في جونيو تم افتتاح أكاديمية دولية للعلوم البحرية، هي الأولى من نوعها ليس فقط بلبنان إنما بمن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لتعزيز القدرات التشغيلية للنقل البحري. وهدف الأكاديمية الأمان في البحر، إضافة إلى خلق فرص عمل للبنانيين بعد ارتفاع نسبة البطالة وجلب السياحة المهنية للبنان، كما تؤمن متطلبات الانضباط بالعمل البحري والحرفية والمهنية عبر شهادات دولية.